ملح حمى، بشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الدرس الثاني في كورس أوفيس 2013 اللي بنعمله على القناة بتاعت اليوتيوب والبلوج بتاعي اللي اسمه موفق كورسز blog.blogspot.com. طبعا احنا حضراتكم فاكرين احنا بدأنا الكورس اللي فات وقلنا دي الحاجة اللي احنا بدأنا بيها، وقلنا ان احنا هنبدأ وورد 2013 وصورنا فيديو مع بعض وشرحنا، قلنا ان احنا هنبدأ نشرح الشاشة الافتتاحية وازاي ان انا بختار يا اما ملف فارغ او ان انا بستخدم التمبلتس اللي هي موجودة على الوورد الجديد اللي هو الوورد 2013 او الاوفيس عامة. يعني طبعا اللي بنطبقه في الوورد هنطبقه في بقية البرامج بالنسبة للاوفيس 2013 زي الاكسل والاكسس والباوربوينت والاوتلوك، يعني هما غالبا بيبقى خصائص شائعة يعني، بس احنا بنبدأ بالوورد عشان سهل، بعد كده بنبدأ نطبق على الاكسل والاكسس والباوربوينت والاوتلوك. طبعا هنا عندنا احنا بنراجع كده مراجعة بسيطة على الفيديو اللي فات، ان احنا قلنا ان احنا يا اما نفتح ملف جديد فاضي خالص او ان احنا بنستخدم احد التمبلتس او القوالب الجاهزة اللي موجودة عندنا هنا في الوورد. ده شكل بس للايه للمحتويات بتاعت الدرس اللي فات، وان احنا نقدر ندخل على الحساب اللايف بتاع اللايف او الهوت ميل ونستخدم ان احنا نحط ملفاتنا على السكاي درايف ونعمل ايه ساين ان للموقع بتاعنا على الميكروسوفت الويب سايت. تاني حاجة شرحناها واجهة البرنامج، ازاي ان احنا بنفهم واجهة برنامج الوورد، وازاي بنفهم عرفنا ايه هو التايتل بار والكويك اكسس بار والازار القفل واستعادة الريستور والايه مينيمايز والماكسمايز، وعرفنا الريبون وازاي بنخفيه. يعني مثلا احنا دلوقتي هنا عارضين بس التبويبات، لو دوسنا على دي ممكن تظهر لنا شوية الادوات اللي هو الريبون والايه ومعاه التول بار والتبويب. عندنا اختيارات يا اما ايه نخفي الشريط خالص او علامات تبويب، انا بحب اعمل علامات تبويب. طيب وكمان اخدنا احنا بنعمل مراجعة سريعة يا جماعة، وعملنا وفهمنا ايه هي الرولر المسطرة وايه هو السكول بار الافقي والايه والرأسي والورك اريا، وعرفنا ايه هو الستيتس بار وازاي اعمل زوم وازاي اعمل تصحيح املائي وعدد اعرف عدد الكلمات، وبدأنا نعرف الباك ستيج فيو اللي كان من زمان اسمها الباك ستيج فيو بس دلوقتي اسمها ايه قائمة فايل او الفايل تاب. تمام هنرجع الكلام ده تاني، انا جايب لكم الكتاب برضو كده او مذكرة مختصرة. وبدأنا نتعلم الكتابة في الوورد وكتبنا برنامج ملف صغير كده، قصدي الملف كان اسمه تقريبا رئيس مجلس الإدارة او حاجة زي كده. يعني دي مراجعة سريعة على اللي أخدناه في الدرس الأول. طبعا دي حضراتكم شكل الكورسات اللي احنا بدأنا فيها، ده اسم المدونة بتاعتي اللي انا برفع عليها الكورسات المجانية اسمها مدونة كورسات موفق علي التدريب المجاني، وبدأنا مع بعض تسجيل الفيديوهات. عملنا دلوقتي فيديوهين للويندوز 7 او 3، كان في فيديو قبل كده وفيديوهين، ده التاني دلوقتي للاوفيس 2013
وعملنا فيديو هنا للاكاونتنج اكسل، وان شاء الله هنوالي الحاجات دي نكملها، والاكاونتنج برينسيبلز الكتاب الشهير بتاع اللي هو التين اديشن دلوقتي. وعملنا حوالي 3 أو 4 فيديوهات للسي ام اي، واخدنا 5 فيديوهات للتجويد للجميع. وقلنا ان دي القناة بتاعتنا بتاعت موجود، ده كل ده على البلوج سبوت، موقع البلوج سبوت اللي هو موفق كورسز دوت بلوج سبوت دوت كوم. ودي القناة بتاعت اليوتيوب اللي عايز يخش عليها يتفرج على الفيديوهات دي، كورس الويندوز 7 اللي احنا بنكمله دلوقتي، والتجويد للجميع، والاكاونتنج اكسل، والاكاونتنج برينسيبلز، اوفيس 2013، سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنج. طيب انا دلوقتي جايب لكم يا جماعة كتاب من على النت او مذكرة كده حوالي 75 صفحة. احد الزملاء يعني اللي احنا بنشكرهم طبعا، بنستعين بشغلهم ومجهودهم طبعا، ما بننكرش فضلهم في ان احنا نستفيد بيه ونطبق عليه الكورس بتاعنا. هو طبعا اسمه انجينير ام ابو العيلة، مهندس تقريبا، مهندس محمد ابو العيلة. طبعا هو مشكورا عمل الفايل ده، الفايل ده جميل جدا، ممكن حضراتكم تنزلوه من على النت، واحنا ممكن نستعين بيه ان احنا نكمل شرح ما بدأناه من اوفيس 2013. طبعا هو سهل جدا وبالعربي. طبعا هنا بيشرح لنا الواجهة بتاعتنا وبيقول ان ده قائمة الايه، قائمة فايل لما بنفتح بنلاقيها نيو، ان انا لو عايز اعمل ملف جديد، وهنا لو اختار ملف فاضي، او ان انا بختار من التمبلتس. تمام، يمكن اختيار ايه، اختبار من بين عدة انواع وقوالب لعمل الملف المطلوب. وده هنا بقدر ادخل ايه من عند علامة الساين ان دي، بدخل ايه لمساحة التخزين على سكاي بي. طبعا ان انا احط ملفاتي على النت بحيث ان انا اقدر اوصلها من اي حتة انا عايزها. تمام، الواجهة دي برضو احنا شرحناها المرة اللي فاتت، بس احنا بنراجع برضو مع بعض بسرعة. وبدأنا هنا نقول ايه، ازاي انا بعمل ساين ان، بكتب الايه الايميل بتاعي وبكتب الباسورد وبدخل ساين ان. بيبدأ يقول لي اسمك هنا بيبقى مكتوب كاتبه على الوورد، والمساحة المتاحة، وبقدر ان انا اخزن ملفاتي الاوفيس على النت بحيث ان انا استخدمها، ممكن اشتغل فيها في البيت، انزلها واعدل فيها وارجع سيفها تاني. اروح مثلا المكتب الصبح الاقيها موجودة، لو انا مثلا في العربية ومعايا اللابتوب، في اي مكان تقدر ان انت تاكسس المكان بتاعك ده وايه وتتعامل معاه. هنا بيقول لك ان انت عندك 7 جيجا من سبيس، يعني ان انت تقدر تتعامل معاها وتحط عليها ملفات. ودي اوبشن جديده جميله جدا عاملاها مايكروسوفت الاوفيس 2013. وهنا برضو بيكمل لك، برضو احنا شرحناها قبل كده بس هنعيدها تاني، البروجرام انترفيس، واجهه البرنامج يا جماعه، واجهه البرنامج طبعا اللي بالخط الاحمر ده الادرس بار، وده الجروبز، الجروبز بار طبعا، ده احنا قلنا ده اسمه ايه الروبن او التولز بار. التولز بار ليها تابوبات اللي هو التاب بار والايه والتول بار. التول بار ده متقسم ايه جروبز، يعني ايه مجموعات، مجموعه من الادوات، كل مجموعه من الادوات كده معمول لها ايه، معمول لها خط كده ان ده معمول له جروب يعني مجموعه. تمام، في هنا ايه هوريزونتال رولر ابير، يعني ايه المسطره الافقيه اللي بتظهر لنا تخطيط الصفحه لما نيجي نطبعها، وفي الفيرتيكال سكرول بار والهوريزونتال سكرول بار، وفي برضو ايه فيرتيكال رولر، وده الورك ايه الورك اريا. الستيتس بار ده بقدر اعمل منه زوم، بقدر اغير منه ايه منظور الكتابه، بقدر اعمل ايه تصحيح الاملائي بتاعي، وبقدر اشوف الاحصائيات عندي كام كلمه وعندي كام سطر وعندي كام صفحه. الكلام ده كله قلناه الدرس الاول من اوفيس 2013، وبنراجعه مع بعض بسرعه على المذكره اللي عملها المهندس محمد ابو العيلة. مذكره بسيطه وبرسومه جميله، وبنقدر نستعين بها ان احنا ايه تبقى منهج بسيط كده نخلصه، وممكن نخش على برضو كتاب تاني او اي حاجه نشرحها تفيدنا في الايه في الكورس بتاعنا دوت. طيب هنا بيقول لك ان انت دلوقتي عايز تعمل ايه ملف جديد، بيشرح لك فايل تاب، فايل تاب في ايه، في نيو، نيو دي يعني ايه اللي احنا شرحناه في الاول، ملف جديد، يا اما بلانك دوكيمنت يعني صفحه فاضيه او ملف فاضي، او ان انت بتختار من التمبلتس. تمبلتس يا جماعه قلنا ان هي قوالب جاهزه، قوالب جاهزه شكل رساله فاضيه بس انت بتملاها،
بس شكل فاضي، انما ايه متنسق بالتنسيق اللي ممكن انت تكون ايه متعرفش تعمله مثلا، او يصعب عليك، او هتضيع وقت فيه ان انت تعمله، فبيبقى عامله لك جاهز بحيث انك انت بتملاه. طيب تاني حاجة في الايه، في الفايل تاب، قلنا اول حاجة هو هنا واخد النيو، بس اول حاجة انفو. الانفو يعني ايه؟ البيانات، المعلومات عن الملف بتاعك دوت. بيقول لك السايز بتاعه ايه، والبيج كام صفحة وكام كلمة، بيديك بيانات عن كل حاجة، حتى مين اللي كاتبه، تمام، بيظهر لك كل حاجة. والنيو برضو هنا ان انت تفتح ملف جديد، بيعيدها تاني. الاوبن طبعا دي بنحتاجها كتير ولسه مستخدمينها من شوية، ان انت تفتح ملف موجود عندك فعلا على الكمبيوتر، انت عملته او ايه انشأته وسيفته، خلاص سيفته يعني حفظته على الكمبيوتر. فهنا بيقول لك ان انت ايه لما بتفتح الفايل تاب، طبعا بتدوس على الفايل بتظهر لنا الشاشة دي، لو دوسنا على فتح او اوبن، طبعا احنا كنا بنتعامل هنا بالعربي الناحية التانية، طبعا هنا بالانجليش عادي خالص ما يهمناش خالص. اوبن هي فتح، ودوسنا على اوبن، فهو هنا بيقول لك ريسنت دوكومنت، يعني الملفات اللي هي لسه مفتوحة، فتح ملف تم التعامل معه من قبل وستجده في الجهة الايه اليمنى من النافذة، تبقى هنا ريسنت دوكومنت. لو هنا موجود مثلا 10 ملفات مفتوحين قبل كده هتلاقيهم موجودين هنا اهو. ازاي نفتح الوورد هنا مثلا، ما شاء الله عندي عربي اهو، دي الملفات الاخيره اهيت، تمام يا جماعه. طيب لو احنا مثلا نفتح ملف زي ايه اللي احنا بنقول بنبدا بشرح اوفيس 2013، لو فتحنا الايه اهي، ادي المعلومات الملف، وادي جديد اللي هو نيو، وادي اوبن، افتح الملفات الاخيره اهي، يا اما اخش على سكاي درايف بتاعتي موفق علي، يا اما اخش على الكمبيوتر بتاعي وابدا ايه اشوف الملف في انهي فولدر واجيبه. طيب فهنا بيقول لك إيه؟ نفس الكلام اهو، يا اما الريسنت دوكومنت، يا اما فتح ملف على سكاي درايف تتعامل معه، او فتح ملف موجود على جهازك او اي قرص تخزين تتعامل معه، او فتح ملف من اماكن تخزين اخرى مثل الشير بوينت، يعني حاجه ممكن تكون على الايه برضو على النت غير الكمبيوتر وغير السكاي درايف. طيب يقوم بفتح الملفات السابقه، الريكوفر، في ملفات بقى ما تسيفتش اسمها ريكوفر اند سيف ذا دوكيمنت، يقوم بفتح الملفات السابقه اللي لم يتم اجراء عمليه تخزين، زي مثلا الكمبيوتر اتطفى فجاه، او ان انت قفلت الوورد من غير ما تسيف، يبقى هو كده هيبدا يعمل ايه، هتلاقي هنا حاجه اسمها ريكوفر اند سيف ذا دوكيمنت، تفتحها وتشوف ايه الحاجات اللي اتعمل لها ريكوفرنج. ريكوفرنج يعني ايه؟ اعاده تخزين. طيب في اللي بعد كده، الميزه اللي بعد كده او الامر اللي بعد كده في الباك ستيج فيو او في الفايل اوبشن، اللي هي حفظ، وحفظ باسم، ان انت بتعمل الملف ده وبتحفظه، يا اما تحفظه حفظ، وحفظ باسم سيف او سيف از. طبعا سيف او سيف از في الاول يا جماعه هي هي، يعني انت في اول الملف لسه عامله وعايز تسيفه، سيف او سيف از هي هي، ان انت بتحفظ الملف على الديسكتوب. لكن بعد كده تاني مره لو الملف محفوظ عندك فعلا على الهارد، اما بتعمل سيف انت بتحفظ التغييرات عليه، انما بتعمل سيف از لا، انت ممكن تحفظ نسخه تانية منه، مش بتحفظ التغييرات عليه، لا بتحفظ بقى نسخه تانية. ممكن سيف از بقى هنا يبقى ايه، ممكن تغير اسمه، تغير مكانه، تغير الاكستنشن بتاعه، الثلاث حاجات دول بس تحفظه ايه، تحفظ نسخه تانية منه باسم تاني في نفس المكان، او بنفس الاسم في مكان تاني، او باكستنشن تاني، تمام يا جماعه. طيب بيشرح لك هنا شاشة برضو سيف، برضو هنا بيهتم بالنت وبيقول لك ايه، يحفظ الملفات في سكاي درايفز، تمام، اول حاجة. تاني حاجة ايه الكمبيوتر، تالت حاجة ايه اد بلاس، مكان تالت خالص يعني، او غير اللي هو الكلاود دون، الكلاود اللي هي السحب يعني، يعني قصده ان هو ايه محمد ابو العيلة اللي هو كاتب المذكرة دي، ان هو هنا السكاي درايف بتاعه، الحساب بتاعه هو، تمام. فهو بيقول لك ايه، يا اما تحفظ الملف ده على السكاي درايف يعني على المكان بتاع مايكروسوفت على النت، او انك انت تحفظه على الكمبيوتر، طبعا بتختار مكان الحفظ، او ان انت بتعمل اد بلاس. من هنا بتقدر تعمل براوس. براوس يعني ايه؟ يعني تختار المكان تدوس عليها تفتح. تعالوا نشوف كده يا جماعه على الوورد، احنا عايزين نطبق طبعا كل حاجه. مثلا لو انا قلت ايه، عايز اعمل حفظ باسم، فانا اقول ايه براوس، اهي براوس اللي هي استعراض، ابدا اشوف ايه انا هحفظه فين، تمام، شوف المكان اللي انا هحفظه فيه وايه، وهدوس ايه اوكي،
ده اسمه ديالوج بوكس. الديالوج بوكس بيظهر لنا نشوف احنا عايزين نحفظ فين او ننفذ الامر في اي حته بالظبط. طيب نكمل يا جماعه الموضوع ده. بيقول لنا ثالث حاجه بقى ايه، او يعتبر بقى ايه خامس حاجه صح، معلومات 1 2 3 4 5، يبقى سادس حاجه الطباعه، على اساس ان هو هنا حفظ الحفظ والحفظ باسم واحد، يبقى الطباعه خامس حاجه. ايا كان مش مشكله الرقم، المهم الطباعه. الطباعه هنا بيقول لك ان انت هنا اول ما هتدوس على برنت او طباعه هيبدا يعرض لك شكل الفايل بتاعك ده، انت لما تيجي تعرضه هيبقى عامل ازاي، الصفحه عامله ازاي. تمام، تقدر تغير في نوع الصفحه، تقدر تغير في الحجم، تقدر تغير في حاجات كتيره جدا. كل ما بتغير حاجه بيحصل لك هنا ايه، حاجه اسمها ايه اوتوماتيك ايه، يعني التغيير التلقائي، يعني اول ما بتغير بتشوف على طول في ساعتها ايه اللي بيحصل. مثلا هنا لو دخلنا كده على الطباعه، حلو، لا دي شكل الصفحه بتاعتنا مثلا. تمام، مثلا يعني لو غيرت مثلا اي حاجه، غيرت مثلا حجم الصفحه، الصفحه مثلا هنا 4، لو غيرتها مثلا خليتها A3 اللي هي الايه الصفحه الكبيره شويه، شوف ازاي اتغيرت في ساعتها اوتوماتيك قدامي. كان الاول بقى ايه، لا نغير وبعد كده ندوس اوكي وبعد كده نبدا نشوف ايه اللي هيحصل. لا شوف اتجاه العمودي او اتجاه الافقي، شوف ازاي بتغير قدامي على طول، بشوف ايه اللي بيحصل. ده الجديد في اوفيس 2013 يا جماعه. طيب طيب بعد برنت في ايه تاني؟ في شير. شير اللي هو ايه، اللي هو مشاركه الملف. مشاركه الملف دون ان انا ممكن اشاركه مع زمايلي على النت. برضه هنا بيقول لك انفايت بيبول، هناك يمكن دعوه بعض الاصدقاء لمشاركتك الملف او ابعته بالايميل، يمكن ارسال الملف كمرفق على الايميل او بريزنت اونلاين، يمكن مشاركه ملفك على الانترنت اونلاين وتحديد من يمكن ايه التعامل معه. هنا بابلش از بلوك بوست، يمكنك وضعه كبوست جديد على مدونتك الخاصه، وممكن يعمل له ايه، هنا ستجد شرح مبسط لطريقه التعامل مع كل نوعيه للمشاركه فاختيارها من الجيروس. سوف تجد هنا اسم الملف الذي سوف يتم تطبيق المشاركه عليه. تمام، يبقى الملف اهو، وفي كل الاماكن اللي ممكن ان انت تشارك فيها. تشارك فين؟ تدعو ناس على ال انت انفايت بيبول، او تعمل تبعته بالايميل، او بريزنت اونلاين، او بابلش على البلوج. بلوج يعني ايه؟ البلوج هي مدونه زي البلوج اللي انا عاملها بتاعتي للكورسات المجانيه مثلا. بتبدا انت بتعمل ايه؟ شير، بتبعته كبوست اكنه ايه مشاركه جديده او عرض جديد او شرح جديد. تمام، دي الوسائل الموجوده عندنا. طبعا حاجات جديده كلها في الاوفيس 2013 بتمكننا من ان احنا نتعامل مع النت بشكل جميل جدا. هنا اكسبورت، اكسبورت يعني ايه تصدير، او ان انا ايه ببعت الملف بصيغه تانية غير الوورد. فهنا بيقول لك ايه، ممكن اخليه PDF لاول مره. طبعا مش اول مره، يعني هو كان اوفيس 2010 كان بيعمل كده، بس هو تم تطويره في اوفيس 2013 ان يتم عمل ملف PDF، اكتب الملف على الوورد وبعد كده احوله PDF او XPS. تمام، طيب انا بكتب الملف ولما اجي اسيفه بالاكستنشن الجديد اللي هو PDF، بيسيفه لي على انه PDF، وبفتحه الاقيه PDF تماما خالص. تمام، هنا برضو ممكن نشوف الكلام ده، المشاركه برضو دعوه اشخاص، او احنا بنشوف الانجليزي والعربي يا جماعه برضو، والبريد الالكتروني. تمام، وتقديم عبر الانترنت او النشر على المدونه. طبعا انا لما اجي انشر على المدونه هقول له عنوان المدونه بتاعتي عشان هو ايه يعمله عليه. تصدير الملف، هنا احول الملف بعد ما كتبته احوله PDF او XPS. بالاغلاق، لما باجي بغلق طبعا بيقول لي انت عايز تحفظ الكلام ده ولا لا. لو انا مش حافظ بحفظ الشغل بتاعي. كلوز هنا اهو، وفي حاجه بعد الكلوز اللي هو قفل الملف، الاكونت. هنا سوف تجد معلومات عن البرنامج مايكروسوفت اوفيس 2013، وايضا معلومات عن مساحه السكاي درايف الخاصه بك ومشاركه الملفات مع مواقع اخرى. يعني ايه باختصار كده، انت حاطط ملفات قد ايه؟ يقول لك مثلا انت عندك ايه مساحتك 7 جيجا، استخدمت منها كام جيجا وفاضل لك قد ايه، وعن الملفات اللي انت رافعها قد ايه وحجمها قد ايه وكم ملف، والكلام ده كله يا جماعه الحساب بتاعك. يعني لو انا دوست على الحساب هنا، طبعا انا داخل طبعا بالاسم بتاعي موفق علي اهو، وهنا كاتب موفق علي @hotmail.com، وهنا داخل عامل ساين ان بالايه، تم تسجيل. بص ده كاتب لك ايه، تم تسجيل دخول موفق علي
فايه ده السكاي درايف بتاعي وبيديني الايه المعلومات بتاعتي. طب اخر حاجه الخيارات، طبعا ده اوبشن متقدم، في هنا الاد ان اللي هي الايه اضافه ميزات جديده عندنا، هنا ممكن تضيف في الاد ان دي تضيف مثلا ايه ان انت ترسل الملف بالبلوتوث، طبعا حاجات جميله جدا وهناخدها ان شاء الله واحده واحده. هنا الاوبشن في الجنرال وفي الديسبلاي وفي البوفينج، الاوبشن دي طبعا عايزه درس لوحده وهنشرحها بالتفصيل، ما ينفعش ان احنا ايه نقولها كده بسرعه. تمام يا جماعه، طيب هو هنا رجع تاني بدأ من الأول تاني، يقول لك ايه هو شريط العنوان. شريط العنوان زي ما قلنا اللي هو اللي فيه اسم الملف واسم الوورد، وبقدر منه افهم انا شغال على ايه بالظبط. طيب عنده هنا طبعا الزر كلوز والزر بتاع ماكسمايز او ريستور والزر بتاع مينيمايز. طيب زر اغلاق وتصغير وتكبير وملء الشاشه وزرار المعلومات اللي هو علامه الاستفهام دي. يوجد في المنتصف اسم البرنامج ويليه اسم الملف المعروف او المفتوح به يعني. يوجد اقصى اليسار بعض الازرار مثل زر حفظ الملف وزر التراجع اللي هو بنسميه ايه كويك اكسس تول بار، ده اسمه كويك اكسس تول بار يا جماعه، اللي هو هنا بقى احنا عشان شغالين عربي فهنلاقيه هنا الكويك اكسس تول بار. شريط ادوات الوصول السريع كويك اكسس تول بار، تول بار يعني شريط ادوات، كويك اكسس اللي هو الوصول السريع، فده اسمه ايه كويك اكسس تول بار بالانجلش. تمام، اللي هو ايه يعني انا لسه مش عايز مثلا ايه افتح الريبون مثلا هنا والتول بار بتاعي ده والجروبز وكده، لا ده انا ممكن ايه احط الحاجات اللي بستخدمها على طول اللي هو الايه الحفظ والفتح والطباعة والمعاينة قبل الطباعة والكلام ده كله. تمام، احطه قدامي هنا بحيث ان الحاجة اللي انا بستخدمها كتير، وكل ما احب احتاج حاجة مثلا ايه طباعة مثلا احطها هنا قدامي كده، مش عايزها اشيلها، اشيل العلامة الصح اللي قدامها خلاص تتشال. طيب ده بيشرح لنا برضو الواجهة تاني والتاب بار. التاب بار اللي هو الايه شريط الشريط بتاع الروبين بس اللي هو مختصر بقى التابز ديا. تمام، طبعا كل عنوان بيدل على الادوات اللي جواه وهنعرف بالتفصيل ان شاء الله ايه هي الادوات اللي موجودة في كل عنوان. طيب بعد التابز بار في ايه الجروب بار اللي هو الريبون، طبعا متقسم الى ايه جروبز. تمام، فهنا ايه الصفحة الرئيسية فيها الادوات اللي انا بستخدمها غالبا، نوع الخط وحجم الخط تقيل غامق ولا فاتح، اسمه انا بشتغل جهة اليمين ولا في الوسط مثلا او الشمال، اللي هي المحاذاة عربي ولا انجليزي، كل الحاجات دي النسخ واللزق، الحاجات اللي انا بستخدمها عامة كتير بحطها في الصفحة الرئيسية او هو حاططها لي في الصفحة الرئيسية. بعد كده في ادراج تصميم، كل حاجة هنا من التابز دي ليها ايه ليها وظائف واستخدامات بتاعتها. تمام، فهو هنا برضه قايل لي عليها اهو بيقول لي ان ده جروبس بار. وبعد كده في الهوم تاب، نستغل برضه نشرح الهوم تاب بسرعة. فبيقول لي اول حاجة ايه الكليب بورد، الكليب بورد جروب. طيب الكليب بورد جروب يا جماعه اللي هو ايه انا اللي هو إيه؟ الذاكره بتاعه الحاسب، بقدر احط انسخ حاجه احطها في الذاكره يبقى ده كوبي، او انسخها بس اقطعها من مكانها اللي هو قص ولزق كوبي كات وبيست. الكوبي وبيست اللي هو النسخ واللزق، انما كات وبيست اللي هو القص واللزق. الكات بتشيلها من مكانها خالص، انما الكوبي بتعمل نسخه اخرى وبعدين تلزقها في بيست في المكان اللي انا عايزه. تمام، طبعا هلاقيها هنا مثلا حاجه زي ايه لو حبينا نطبق على حاجه اي حاجه هنا اهي، يعني مثلا ايه اصدقائي دي عملنا لها ايه نسخ، وجينا هنا مثلا في اخر السطر وعملنا لها ايه لزق،
شوف بقى ازاي اتحطت هنا بقى ايه النسخه دي ما اتشالتش. تمام، طيب نرجع ايه نتراجع في الحكايه دي عشان هنا هتبقى شكلها ملهاش لازمه. طيب افرض بقى قلنا لا مش نسخ ولزق، قلنا قص ولزق، يبقى هي تتشال من مكانها خالص. وهنروح مثلا في اخر السطر هنا، هنروح في اخر السطر ونعمل ايه كنترول في، يبقى عملنا لزق. سواء كنت انا ساعات احب استخدم كنترول اكس اللي هو القص، كنترول في اللزق، او ادوس على دين اللي هو اللزق. تمام، كنترول زد طبعا بتراجع، او بتراجع من هنا هدوس عليها دي تراجع اخر حاجة. تمام، وممكن اتراجع برضو عن القص، ارجع دي هنا مكانها زي ما هي. تمام، يبقى احنا كده شفنا القص واللزق، وفي نسخ التنسيق برضو هنعرفه. تمام، طيب تاني حاجة بيقولك الفونت جروب. الفونت جروب احنا استخدمناه برضو لما بدأنا نشتغل ونعمل الجواب. تمام، الفونت جروب اللي هو الجروب دون، تختار الحجم، حجم الخط قصدي نوع الخط هنا، بس عايزين نختار مثلا حاجة باينة. ايوه ده كده مثلا، كل ما هنغير شايف الحاجة، شوف نوع الخط غير ازاي. نوع الخط كل ما بتختار حاجة قبل ما بتشيل ايدك بتكون ايه طبقت لك هنا عشان تشوف. شوف 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 انواع زي ما انت عايز. تمام تمام احنا ما اخترناش حاجة فما اتغيرتش. طيب الحجم بقى يبقى اريال ده اللي هو ايه هنا برضو ايه دروب داون ليست زي ما قلناها في الويندوز. دروب داون ليست بختار منها نوع الخط، هنا بختار حجم الخط. شوف كل ما بختار حاجة كبيرة، بس كل ما بختار اللي بيحصل الخط بيكبر معايا اهو، صحة كبيرة جدا يعني 72 ده كبير قوي يعني. تمام، كل ما بختار حجم الخط بقى لو شلت ايدي خلاص هيرجع للايه الحجم الطبيعي بتاعه. طيب البولد اللي هو ايه الخط ايه غامق. تمام، الايتاليك خط مايل، ممكن يبقى غامق ومايل، وممكن يبقى مايل بس، ممكن يبقى مايل وغامق. طب ممكن يبقى اندر لاين يعني تحت خط. تمام، والحاجات دي يا جماعة كلها انا هاخدها المرة الجاية ان شاء الله، بس مش عايزين نطول عليكم. واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله، نكمل المذكرة الجميلة اللي معانا دي ونكمل الكورس بتاع مايكروسوفت وورد 2013، وطبعا هنطبقه على الاوفيس كله. وانا تحت امركم في اي تعليقات، اللي عايز يسألني اي سؤال يكتب تعليق تحت الفيديو وانا تحت امره. واللي عايز يحب ان هو يعمل سبسكرايب في القناة بتاعتي على اليوتيوب علشان يوصل له اي فيديوهات جديدة انا تحت امره برضو. واللي يحب ان هو يعني عجبه مثلا الفيديو يحب يدوس لايك برضو احنا تحت امره. وان شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.